إذا هلا هون إحنا أخذنا على هاي، هلا اللي رح نغيره رح نغير الإكسايتيشن. الإكسايتيشن اللي سببه هذا كان سببه كرنت، أظن مقداره 4 أمبير. فهذا عندي هون الإكسايتيشن، هذا لازم نحطها، إنه هذا إي إيه سببه آي فيلد، وآي فيلد هون كان قيمته 4 أمبير. وين آي فيلد؟ هي. فهذا هون 4 أمبير، فلما كان هذا 4 أمبير هذا كان عندي 280.4. وإحنا رح نفترض إنه إي إيه بيساوي كي معين، بدك تسميه كي إيه. أوكي، ورح نفترض إحنا إذا بدنا نزيد الإكسايتيشن بزيد الكرنت آي إف، فبزيد عندي إي إيه. رح نخليها هذه على جنب، رح نطلع هذا الكونستنت، فالكونستنت رح نحطه هون فوق، فبصير عندي هون 182. رح افترض هاي العلاقة لينير، رح تضلها فيش عندي ساتوريشن، فعندي 182 بتساوي كي اي مضروب في 4. طلعوا لنا ايش كي اي، وخلينا نشوف ايش اليونتس تبعتها. ف 182 على 4 مفروض تطلع 45.5، مش هيك؟ ايش وحدتها لازم تكون؟ انا مش رح اقول انها اوم، انا عارف ان اوم صحيح كلامك، بس لو حكيت لاوم الناس رح يتلخبطوا شو اوم. هي فولتس بير امبير. فرح نعملها فولتس امبير ماينس. كلامك مزبوط انه فولت على امبير هو اوم، بس انا اذا حطيت فولت على اوم هون رح يتلخبط. احنا عمالنا بنقول انه كل امبير من الكرنت تبع الفيلد عم بعطيني 45 فولت اي اي اكسايتيشن. اوكي، هاي علاقه صارت علاقه بينهم، رح نفرض انها علاقه خطيه. رح نخلي هذا هون، رح نحتاجه بعدين، لانه رح يصير اسال نفسي اذا بدي اغير اي اي وازيده ل 200 فولت قديش لازم احط اي اف. بصير هون بغير 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 لحد ما هذا يصير الكرنت المطلوب، فبيطلع معي. وعم نفترض انها علاقه خطيه الان، طبعا احنا مملين الساتوريشن افكتس، فمفترضينها خطيه، هي فعليا رح تبدا تعمل زي هيك. اوكي، العلاقه بين اي اف واي اي. اوكي، ساتوريشن، لانه كل ما زدت عم بزيد الكرنت فبزيد الام ام اف، بس في النهايه راح يوصل ساتوريشن. بس احنا مفترضين انها علاقه لينير اوبن لوب سيركت. اذا هذا الجزء راح اشيله الان من هون، راح اخليه هناك، راح نشيل هذا الجزء من هون. هلا السؤال بيجي بسال، لو انا بدي ازيد الان الاكسايتيشن بقيمه معينه، خلينا نرسم الفيزر دايجرام تبع الاكسايتيشن. فراح ارسم الان هون في فاين، وبعدين راح نحط هون. هلا احنا عارفين انه كان لاجينج بالحاله هاي، فراح ارسم اي اي اندر اكسايتد، فهذه هون اي اي. وقديش طلعت معنا الزاويه تبعت اي اي؟ كانت ناقص 17.5 ديجري. هذا السيستم اندر اكسايتد ولا اوفر اكسايتد زي ما انا راسمه هون؟ اندر اكسايتد، لانه اذا ضربت اي اي بكوساين دلتا البروجكشن او الاسقاط راح يكون هون. فهذا السيستم الان بهاي الحاله اندر اكسايتد. وإذا جينا طلعنا هلا هون، طبعا عندي هاي إيستات، وإيستات لو بدي أنزل خط مستقيم منها، وهذا جيد هيك الرسم لما بطلع، رح نزل خط عمودي الآن عليها، لأنه في عندي 90 درجة. إذا نزلنا خط عمودي من هون، هاي هذا خط عمودي، هذا رح يكون اتجاه آي إي 1، ورح أسمي على فكرة هذه إي إي 1 هون، لأني رح أغير إي إي 1 ورح أسمي هذه هون دلتا 1. فاي اي 1 من هون اعطتني اي ستات من هون. هلا نيجي نسال السؤال، لو انا الان بدي اطول، بدي اخلي نفس الباور موجوده، هيها نفسها رح تضلها الكور لوسز نفسها 1 و1.5، ورح تضلها 15 هورس باور نفسها، رح يضل الباور على 13.69. ايش رح يتغير بالسيستم حتى اقدر افهم هذا؟ رح امد خط من هون بهذا الشكل، ورح اطلع هذا الطول. هذا الطول شو بيساوي؟ هي عندي اي اي اللي هو هذا، يعني هذا الضلع اي اي ساين دلتا. فاذا حطيت هون اي اي ساين دلتا، فكاني بقول انه اي اي 1 ساين دلتا 1 بتساوي اي اي 2 ساين دلتا 2 بتساوي اي اي 3 ساين دلتا 3، لانه الباور احنا قلنا انها بتساوي 3 في فاي اي اي ساين دلتا على اكس اس. اكس اس كونستانت، V5 constant والثلاثة constant، فحتى تضلها الباور هذه constant اللي هي 15 هورس باور زائد 1.5 كيلووات زائد 1 كيلووات، لازم هذا الجزء يضل constant. ما دام غيرنا اي اي لازم تتغير دلتا. اذا هذا الطول هون راح احط انه بتناسب مع الباور ان او الانبوت الكتريكال باور. اذا تحت كل الكونديشنز هذول بس نغير اي اي لازم تتغير معنا دلتا. والطريقه راح نحسبها، راح نقول اذا اي اي غيرناها من هاي القيمه لهاي القيمه الجديده
رح تتغير دلتا من هاي القيمة لهاي القيمة الجديدة. المثال اللي معطى هون مثلا طالب منا انه نزيد اي اي بمقدار 25%. فإذا بدنا نزيد اي اي يعني increase اي اي ل 1.25. ف 1.25 قديش كانت قيمتها هون؟ 182. طب نسأل السؤال، إذا كانت 4 أمبير أعطتنا 182، إيش الرقم اللي رح يعطيني هاي زيادة 25% بهاي؟ رح يكون زيادة 25% في هذا. قديش الزيادة 25% في 4؟ 1. مش هيك؟ 1 زائد 4؟ 5. نضرب 5 في 45.5 معناها صارت EA2 شو بتساوي؟ بتساوي 182 0.4 في 1.25 أو هي نفسها بتساوي 5 في 45.5. مظبوط؟ قديش تطلع؟ 228 فولت. ما بنعرفش دلتا، كيف بدي أحسب دلتا؟ بدنا نقول إنه EA1 ساين دلتا 1 بتساوي EA2 ساين دلتا 2. فالـ EA2 صارت 228 هذه ساين دلتا 2 بتساوي ساين دلتا 1 قديش كانت؟ ساين 17.5 ساين 17.5. طبعا اشاره الماينس كانه انه بنحكي هون نيجاتيف باور، و اي اي 1 كانت 182.4 بالعشرة، المفروض يطلع معنا دلتا 2 من هون سالب 13.9 ناقص 13.9 ديجريز. طيب هل صغرت ولا كبرت دلتا؟ قديش كانت هون؟ 17.5، قديش صارت هون؟ 13.5 صغرت، وهذا صحيح لانه احنا طولنا اي اي. فلما طولنا هي مثلا نفترض هون وصلناها صار عندي هذا دلتا 2 اللي هي 13.9 بالعشرة، بس ضل هذا الطول كونستنت. اوكي